دلوقتي هنستقبل اتصال هاتفي من المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان عشان يقول لنا الوحدات دي ومواصفاتها. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ جماعه، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح الورد على حضرتك. وفي البدايه بقى احنا عايزين نتكلم عن المواصفات في الوحدات الجديده، ونوضح للمواطنين كمان ايه الفرق يعني ما بينها وما بين وحدات تانية لمحدودي الدخل، لانه طبعا ممكن الناس برضو تستغلى سعر 364000 جنيه في 100 متر و150 متر، لكن احنا بنتكلم طبعا على شقق بتتسلم كامله التشطيب. طيب خليني يا فندم ابدا في الاول اعرف الساده المستمعين ومشاهدين سيادتك بالمشروع ده، يعني في يعني محور تنفيذ وزاره الاسكان لمشروعات الاسكان المتوسط، وده بيكون نوع من انواع المسانده لشريحه متوسطة الدخل في الحصول على سكن داخل تشطيب متكامل الخدمات، وفي نفس الوقت يعني بسعر مناسب ومنافس للسوق، لان طبعا شريحه متوسطه الدخل طبعا فترات طويله جدا ما كانش بيقدر لا ياخد في اسكان مدعم في اسكان اجتماعي ولا يقدر يتجه للقطاع الخاص. فوزاره الاسكان يعني انتهجت النهج ده من 4 سنين ونفذت بالفعل المشروع. فعندنا على المشروع ده ثلاث انواع من المشروعات: سكن مصر ودار مصر وجنه. المشروعات دي تمتاز ان هي فخش التصوير زي ما انت تفضلت ومتكامله الخدمات والمرافق، وفي نفس الوقت في منها دار مصر وجنه نظام الكومباوند، يعني سور وحدائق ويعني امن وسكيورتي ونظافه. انا شفت دار مصر وجنه حاجه روعه في الحقيقه. دار مصر وجنه كمان، هل هي دي اللي اسعارها من 100 ل 150 متر كامله التشطيب، هي دي اللي اسعارها 364000؟ بالظبط يا فندم. هو دلوقتي حضرتك عندنا المشروع بيبدا من 106 متر 118 في مشروع سكن مصر، وده بيكون ان شاء الله في اكتوبر الجديده وفي المنيا الجديده وغرب قنا وناصر واسيوط وغرب اسيوط والقاهره الجديده. مشروع دار مصر وجنه في 15 مايو وعاشر من رمضان والسادات وحدائق اكتوبر و6 اكتوبر والعبور ودمياط الجديده والشيخ زايد. ده المساحات في دار مصر 130 140 متر، والمساحات في مشروع جنه بتبقى من بنتكلم من 100 متر لحوالي 150 متر. الاسعار زي ما انت تفضلت بتبدا من 375000 جنيه للوحده او 364000، عشان نبقى برضه دقيقين في الارقام عشان المواطنين اللي ان شاء الله هيشرفونا في الموقع النهارده الالكتروني. فعندنا مساحات بتبدا، والاسعار بتختلف طبقا لكل مدينه. فالاسعار عندنا من 364000 لحد 948000، بتختلف من المساحه ومكان وموقع الوحده. يعني عندنا وحدات في القاهره الجديده اكيد لن تتساوى في السعر مع وحدات في مثلا مدينه نصر او غرب اسيوط. فعندنا الاسعار موجوده ان شاء الله النهارده. الكراسه هنتكلم الساعه دلوقتي 9 الساعه 10 بالدقيقه ان شاء الله الكراسه هتكون متاحه على موقع تمدود الاسكان الاجتماعي. والسؤال الثاني وده الاهم بقى، ازاي نفرق بين المشروعين؟ قبل ما ندخل على الفرق ما بين المشروعين، لان ده بيهم طبعا كل الناس، وهو الجزء الشق المالي، يعني طرق الدفع ايه، التقديم على كراسه الشروط هيكون ازاي، ايه الفلوس اللي انا ايه الاموال اللي انا او ايه المال اللي انا بدفعه علشان استلم كراسه الشروط. طيب هو دلوقتي احنا عندنا مبدئيا في 500 جنيه مصروفات تسجيل، و10% بعد 3 شهور من انتهاء فتره الحجز. احنا عندنا 3 شهور بدايه من النهارده، عندنا الكراسه هتنزل ان شاء الله بكامل التفاصيل ان شاء الله على الموقع الالكتروني لتمدود الاسكان الاجتماعي. والوحده السكنيه خلال ما يخلص الاجراءات بنتكلم في 3 شهور. احنا عندنا على فكره، بس عشان برضو اطمن الساده اللي ناويين يحجزوا ان شاء الله، في جزء من الوحدات دي خلصان ومتشطب يعني جاهز على التسليم، مجرد ما يخلص اجراءات القرض اللي هيقدم بيه التمويل العقاري او يخلص اجراءات الدفعه الاولانيه اللي هي حد هيشيل فيها ثمن الوحده ويختار نظام التسديد اللي هو بنتكلم باستفاده من مبادره تمويل البنك المركزي اللي هي بتوصل ل 20 سنه بالتقسيط بفائده متناقصه 8%، فيقدر في وحدات ان شاء الله في خلال 6 شهور، نتكلم في خلال 6 شهور خلاص الاجراءات تكون ان شاء الله جاهزه، وفي وحدات ثانيه في مدن ثانيه ان شاء الله شغالين فيها في مراحل التسويق النهائيه. واحنا طبعا يعني بقى لنا اكثر من كام سنه ما بننزلش وحدات غير لما تكون ان شاء الله قربت على انتهاء التشطيب. قيمه التقسيطات بتبقى كل قد ايه؟ هل التقسيط على كل 3 شهور، وكل 3 شهور هندفع كام؟ هو طبعا ده رقم ما ينفعش يتحسب غير لما نختار نظام التقسيط. ممكن حد يقسط على 5 سنين، على 10 سنين، على 8 سنين، لا لو اتكلمنا على ال 20 سنه مثلا. لو اتكلمنا على 20 سنه انا عارف الوحده مثلا بنتكلم في الوحده 365000 جنيه ونضرب في 8% ونقسم بقى بعد المبلغ اللي باقي اللي هو حوالي 80% من ثمن الوحده
نقدر نعرف القسط الشهري. بس برضه خلينا برضه في حته مهمه جدا، الدخل الشهري هيبقى مهم جدا، ده هيبقى بيان مهم، لان البنك المركزي علشان ينوي تمويل عقاري في حدود للدخل الشهري، يعني لازم يكون عنده دخل شهري ويكون عنده ورق يعني جواب مفردات مرتب اكيد علشان تكون اول ما يخش ان شاء الله في نظام التقسيط هيطلب منه ورق مفردات مرتبه او الجهه اللي بيعمل فيها او العمل الحر، بحيث ان هو يبقى في تاكد انه يقدر ان شاء الله يكمل الاقساط بشكل مناسب. طب حد ادنى يعني حد ادنى من المرتبات بتقبله قد ايه؟ لا لسه ما فيش حد ادنى المرتبات، لان طبعا حضرتك عارف ان ده مشروع الالتزام المتوسط من المشروعات الغير مدعومه، يعني هي مشروعات استثماريه بتعملها الحكومه بسعر مناسب، فما فيش حد ادنى، مش محدده بشروط لا سن ولا دخل، مش زي الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي ده حد ادنى بنتكلم في 1200 جنيه في الشهر، وحد اقصى 5600 جنيه للاسره و4200 جنيه للاعلى، لكن لان ده مشروع مدعم من الدوله بمبلغ نقدي مباشر ومدعم في كامل الوحده، فبالتالي يبقى في حدود معينه علشان الشريحه المستفيده من المشروع. طب هايل، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ان الدوله موفره لكل المستويات، للي يقدر يدفع واللي ما يقدرش يدفع. بالظبط يا فندم، البدائل بقت كتير الحمد لله، الحمد لله، علشان برضو المواطن يكون عنده اختيارات متنوعه، ما يروحش يشتري في مكان عشوائي او يشتري في معماره غير مرخصه او يشتري في اي مكان فيه مشاكل في المراتب او مشاكل انشائيه، فالدوله بتوفر زي ما حضرتك شايف المشروع اللي بنتكلم عنه النهارده ثلاث بدائل. صح، بمساحات مختلفه، بنتكلم في حوالي 8 بدائل تقريبا. نعم. وعندنا الاسكان الاجتماعي لشريحه محدوده الدخل، وعندنا طبعا توفير قطع اراضي في مدن جديده مختلفه على مستوى المدن دي، 30 مدينه جديده بنوفر فيها قطع اراضي مختلفه برضه لميسور الدخل. طيب يبقى حضرتك دلوقتي ذكرت بان احنا ما بنتكلم على سكن مصر ودار مصر للمواطنين، دي المشاريع اللي هي غير مدعمه اللي هي الاستثماريه اللي بيشرف عليها البنك المركزي. البنك المركزي بيمولها للتقسيط يا فندم، بيمولها للتقسيط، اللي بينفذها اللي بينفذها هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، والتمويل المره دي بالشراكه مع صندوق الاسكان الاجتماعي علشان مبادره البنك المركزي للتمويل، تمام، التمويل العقاري. في بقى